السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخواتي إخواني محبي ومتتبعي ومشجعي ومدعمي قناة فتح حسن تيوف وفتح حسن. ليلة سعيدة لجميع إخواني أخواتي المغاربة داخل وخارج أرض الوطن. تحية لباريو العرب والأفارقة اللي كيدعمونا ويشجعونا كوم جو باس لو ريميرسيومون أ تو لي باريور دي موند كي نوز انكوراج. ومن هذا المنبر كنحيو الجالية المغربية اللي كيدعمونا ويشجعونا، كنقول لهم شكرا على الدعم والتشجيع ديالكم، وكنشكر جميع خوتي خواتاتي المغاربة داخل وخارج أرض الوطن. وتحية لكم من هذا المنبر من طنجة للقويرة ومن الحدود الشرقية الحدود المياه الدولية. تحية وترحيب بالناس اللي ضافوا جداد القناة، كنقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم وسط خواتاتكم وخوتكم في قناة الأصدقاء، قناة الأهل والأحباب، القناة اللي كنضحكو وكنفوجو وكنشطو فيها، القناة اللي كنواسيو فيها بعضنا، القناة اللي كنصلو فيها الرحيم مع بعضنا، القناة اللي كنستافدو فيها معنويا وماديا. لأول مرة غيشوف القناة ديالنا يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يوصلو منا كل جديد. أخواتي إخواني دعمكم يهم القناة، ما تبخلوش على لاشين ديالكم بالجيم وبالبارتاج وبالكومنتير زوينين. بغيناكم تلقاو بهذه القناة إن شاء الله للأمام، بغيناكم توصلوها للريادة بإذن الله، وهذا لن يتم إلا بفضل دعمكم وتشجيعكم لها، ويبقى دائما فضلا منكم وليس أمرا منا أو من القناة. بداية أسبوع موفقة للجميع من جميع النواحي بإذن الله، لا في حياتكم اليومية ولا في عملكم ولا في الرزق إن شاء الله بإذن الله. يلا أخوتي أخواتي الله يجزيكم بخير، اللي دخل البصمة بالإعجاب الله شين. كنا غادي الفيديو نديرو حتى الصباح، ولكن قلنا ما غاديش تلحقوا، كاين بزاف الاخوه اللي ما غيلحقوش يشوفوه على حساب الظروف العمل ديالهم وبزاف ديال الحوايج، لان لاحظنا ان هناك تمطل في بعض القنوات كيتسناو حتى كتلوح فتح حسن، القناه ديال فتح حسن لي برونوستيك ديالها والاناليز ديالها عاد كيديروا لي فيديو ديالهم، وكنصدقوا حنايا كنخدموا لينا وللناس. نتمنى انكم تكونوا كتستافدوا منهم، ماشي مشكل، انا غير الا كانوا كيفيدوا المتتبعين والمشاهدين. خوتي المغاربه ما كيهمنيش الامر، ما وهذا الشيء علاش قلنا نديروه في وقته، ما كاين حتى شي مشكل. دونك غادي ندوزو ان شاء الله الكانتي ديال اليوم اللي داز اليوم. كنا قلنا لكم بانه راه غادي يكون فوق ديابوليك، يعني لاندي صرا 10 بحال بغيت تقول كان مؤشر شيطاني او الملاحظه كانت شيطانيه كما قلنا ديمونياك، راه شيطانيه كما كنقولوا، يعني خارقه خطيره، وفعلا كانت خطيره رغم بساطتها كانت خطيره، لان كان عندنا في الحقيقه كان عندنا 6 و 5 و 1 كانوا عندنا دي كوسير صراحه، هي دي كانوا عندنا دي كوسير 5 و 6 و 1 كانوا عندنا دي كوسير، 10 كان عندنا فيه لو دوت، 14 كان عندنا فيه لو دوت. ايوا هذا الشيء اللي كاين، ما داك 14 خلاص مازال 10 كان فيه شويه ديال الضوء، ما داك 14 ما كان ميتهش كاع مدره. مي كيبقى دائما لو جو هو هذا، وقلنا لكم ردوا لبرا الكورسه غتكون خايبه، لان حنا ملي كنشوفوا شي حاجه ماشي هي ديك راه كنوصلوها لكم بكل صدق وبكل امانه. بالنسبه للابواط نوار، الابواط نوار كانت فيها 6 و 5 و 1، لا ديرنيير مينوت كانت فيها 6 ولا سيليكسيون كانت فيها 6 و 5 و 1، يعني هادو كانوا عندنا كوسير 5 و 6 و 1 كانوا عندنا زعما الصراحه كانوا عندنا مصفيين مغربلين كاع، فيها لا هادي ولا هادي.
بون غير اللي باش نقول لكم اليوم واحد القضية، ما فتناش لي بوني ستار واليوم، ما فتناش بوني ستار واليوم، هادشي اللي كاين. بون غادي ندوزو ان شاء الله للكانتي ديال غدا بإذن الله، ديال يوم الاثنين اللي كنتمنوا لكم فيه بداية أسبوع موفق ان شاء الله. لو كانتي دي 25/10/2021 اللي غادي يكون في مارساي بوريلي رينيون 1 كورس 1 سي دو بلا، لا ديستانس ديال 2100 متر، غيكون غازون نيت، لو سول غادي يكون اونتر بون سوبل ا سوبل، يعني ما كاينش الغيص بزاف، خصوصا لا بقى بون سوبل راه ما كاينش، ما غيكونش الغيص يعني عادي. ما دونك لان دي سبينيتروميتريك كنظن 3.3 حتى 3.6 كاع لو ماكسيموم، الا بقى الجو بحال هكا ويقدر يوصل حتى 3.1 كاع يقدر يطيح الى زادت نشفت شويه الارضيه. بالنسبه للاكورد غادا تكون اغوش، سايز بارتون 16 ديال المتبارين، ديبار ميدي 50 الوحده القسمين بالتوقيت ديال المغرب الزين الجميل، الغزال الحبيب به بمواليه اللي كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يحفظه ويخليه امن ويحفظ جميع المغاربه من طنجة للقويرة وعلى رأسهم صاحب الجلالة نصره الله وإيده الله رزقه الصحيحة والعافية هو والأسرة الكريمة. بون غادي نمشيو للملاحظة الأولى ديالنا. الملاحظة الأولى كتقول بأن لا كورس غادا تكون تخي ديفيسيل، انديس دو ديفيكولتي 8، مؤشر يعني الملاحظة الأولى كتقول بأن الكورس غتكون جد صعبة ومؤشر صعوبة 8. دونك كالعادة المتتبعين والمشاهدين ديالنا الأوفياء اللي كيعرفوا القناة وكيتابعوها كيعرفوا بأن ملي كيفوتنا الانديس أو المؤشر من 8 الفوق الحيطة الحذر الذكاء ونمينيميزيو، خدموا الذكاء ديالنا ونمينيميزيو. لأن حتى هي كورسة ما تستهنوش بها، ما فيها شوية ديال الخشونة، ولكن هاش غنقول لكم قتلنا فيها حنا لي شوفو جوج أربعة، قتلنا فيها ستة ديال لي شوفو. غادي نقدروا نقولهم لكم، ولكن كنخليو المسؤوليه ديالنا، لان اللي عجبو فيهم شي واحد يلعبو، اللي عجبو شي واحد فيهم ممكن انه يلعبو. حنايا اون ايليميني لو 2 لو 4 ولو 11 و لو 12 و لو 15 و لو 16، هادو حنا حيدناهم، مي بالنسبه ليكم نتوما ما تحيدوهمش كاملين، اللي عجبو شي واحد من تمايا ولا جوج ممكن انه يلعبهم او يرش بهم او لا او لا. دونك باش ما نتحملوش المسؤوليه معكم فيهم. بالنسبه لنا حنايا راه اوناري مي لو كات غادي نحطوه لكم في لي سيربريز، ما غاديش يموت في خطره. وبالنسبه للاخرين اللي عجبته شي حاجه بغى يلعبها كيبقى الشغل ديالكم هذاك، حنا غير حاولنا اننا نخفوا عليكم شي شويه لا غير. بون غادي ندوزو دابا ان شاء الله وغادي نمشيو لابواط نوار ديال لاشين. قبل ما ندوزو ليها غنعاود نذكركم خوتي خواتاتي شجعوا القناه ديالكم ودعموها بالجيم، الله يجزيكم بخير وبالبارطاج. دونك لا بواط نوار دو لا شين لي كاتر نيميرو دو لا بواط نوار دو لا شين فاتحه سنتيرف اي كوم سوي، الارقام الاربعه للعلبه السوداء الخاصه بقناه فاتحه سنتيرف كالاتي: 5 7 10 1.
أعيد، 5 6 10 أي أه، هادو الأرقام الأربعة ديال العلبة السوداء. غادي نمشيو دابا لا ديرنيير مينوت، لا ديرنيير مينوت لو نيميرو 5، رقم 5. لو شوفال أكومبانيي لو نيميرو 10، الرقم 10. لي سوبليمونتير عندنا 8 اي 4، 8 4. ها الربعه خرج من ديك اللي قلت لكم قبيله، بانهم عندنا حنايا، حنا كنهضروا علينا حنا، عندنا دي لي سيمي، ها هو خصك خرج هنايا ودخل بارمي لي سوبليمونتير. غادي ندوزو دابا وغادي نمشيو لا ميثود دي جور. La méthode du jour nous a donné pour demain seulement un seul numéro. يعني الطريقة النهارية بالنسبة للغدا عطتنا رقم واحد. وهذا الرقم هو لو نيميرو دو، رقم جوج. دونك لا ميثود دي جور عطاتنا رقم واحد هو الرقم جوج، يبيض يسويت. إذن الرقم جوج يا دون لي 5 يا ما كاينش، يا بيض يا سويت. غادي نمشيو دابا ان شاء الله لا سيليكسيون ديال لا شين. لا سيليكسيون دو لا شين فاتحة سنتور بور لو كانتي دو 25/10/2021 ا مارسي بوريلي اي كوم سوي. الارقام 8 لقناة فاتحة سانتير في الخماسي يومه 25/10/21 كالاتي: خمسة، عشرة، واحد، ثلاثة، ثمانية، سبعة، ستة، 13. أعيد: 5 10 1 3 8 7 6 13. بالنسبة اللي شوفوا سيربريز، بالنسبة اللي شوفوا سيربريز عندنا لو 4 اي لو 14. بالنسبة اللي شوفوا سيربريز او الارقام المفاجأة عندنا 4 14. غادي نمشيو دابا ان شاء الله للملاحظة الاخيرة ديال لاشين. ودائما لي جيم الخوت، الله يجازيكم بخير، لي جيم لي جيم لي جيم، الله يحفظكم. ما تبخلوش على لاشين ديالكم بالبصمة بالاعجاب. والاخوان اللي باقيين ما مفعلينش الجرس بالكل يفعلوه باش اون فوا نديرو الفيديو يخرج عندهم. وفعلوه بالكل، فعلوه بالكل بالجرس الفوقاني، كيخرجوا لك ثلاثة ديال الأجراس غتبرك على الفوقاني.
دونك الملاحظة الأخيرة ديال لاشين كتقول بأنه ليست هناك أي ملاحظة تذكر. إذا جا السويفي غادي يجيبو اللعب، جا توك ولا اوتسايدر اون تيت غيجيبو اللعب، جا اون دوزيام تروازيام بلاس غيجيبهم اللعب، تروا سانك تروا كات كات سانك غيجيبهم اللعب. دونك اتونسيون، ردوا البال من الكورسة كما قلت لكم غدا، راه ني با فاسيل، راها صعيبة شوية. وحاولوا تلوحوا شي توكار كاتريام ولا سانكيام. دونك خوتي خواتاتي، الى هنا نكون قد انتهينا من جميع المراحل ديالنا ديال الكانتي ديال غدا باذن الله. نتمنى ان هذا الشيء اللي درنا يكون في المستوى المطلوب اللي كتطمحوا ليه ان شاء الله، باش تقدوا لي جو ديالكم. الله يسر لكم الامور، الله يجيب تيسير، الله يجيب سهله، والله يجيبها سمينه. دعوتكم كالعاده لاخوكم فتح حسن، اللي كيتمنى من الله سبحانه وتعالى دائما انه يجعله مفتاح وسبب ربح لكم، وغنكون جد سعيد. ما عليكم الا تدعموا القناه ديالكم بلا جيم، البصمه بالاعجاب والبارطاج، لي كومونتير زوينين. ونتمنى انني نكون عند حسن ظنكم، ونكون كنفيدكم، ونكون خفيف الظل على قلوبكم. تهلاو ليا في راسكم، وربما الى تحتنا ان شاء الله غدا الفرصه، ممكن اننا نديرو شي لايف ونطلعو نقشبو معكم شي شويه الى كتاب. الى بقنا غدا كانت شي فرصه حنا نطلعو نتواصلو معكم ونديرو شي لايف، توحشناكم، نقشبو معكم شويه، نقصرو معكم شويه. ونتمنوا اننا ان شاء الله نكونوا عند حسن ظنكم، ونكونوا كنفيدكم. استودعكم في امان الله، احبكم في الله، وإلى اللقاء، وحظ سعيد وموفق للجميع بإذن الله. مرة أخرى بداية أسبوع موفق للجميع، الله يسر لكم الأمور. تحية لكم كاملين، وتحية لجميع المغاربة داخل وخارج أرض الوطن، وتحية للجالية المغربية من هذا المنبر. تصبحوا على خير، إلى اللقاء، مع السلامة.